النهاردة أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت 5 مليار دولار من الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدفعة الأولى كده اكتملت بشكل فعلي، يعني 10 مليار دولار. وده طبعا بعد ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة امبارح أنه تم تسلم 5 مليار دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. النهاردة استلمنا الخمسة الأخيرة، يعني وصلنا 10 مليار قيمة الدفعة الأولى كاملة. ماذا دار وماذا سيدور؟ ده اللي هنعرفه من خلال مداخلتنا مع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد أهلا بك معنا يا فندم في التاسعة. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي التاسعة مساء. بكده استلمت مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة بينها وبين الإمارات العربية المتحدة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة 10 مليار دولار. شايف بالإضافة إلى خمسة، خلينا نكمل كمان بالإضافة إلى 5 مليار وديعة إماراتية تم التنازل عنها وبيتم الإجراءات الخاصة بتحويلها للجنيه المصري حاليا، بحيث ان الشركه بتحصل على السيوله بالجنيه المصري وتضخها في المشروع خلال الفتره الحاليه. خفض 5 مليار من الودائع الاماراتيه في الدفعه الاولى، ده معناه ان ديون مصر انخفضت خمسة مليار بقيمه 5 مليار دولار في انتظار 6 مليار اخرى سيتم خفضهم في الدين مع الدفعه الثانيه خلال شهرين. ما هو ده اللي انا كنت هسال حضرتك عليه في تفاصيل الخبر، ان كان فيه جاري الاتفاق لتحويل الخمسة مليار دولار الوديعة منهم يعني للجنيه المصري، لكن طالما حضرتك قلت كده خلينا ندخل مباشرة في باقي تفاصيل الخبر. في كلام عن لجنة مشكلة تابعة لرئيس الوزراء هتتولى الإشراف على تنفيذ المشروع الاتفاقية بوجه عام، وأيضا تنفيذ أو تأسيس شركة خاصة بتنفيذ المشروع. يعني هو خلينا نقول ان الاجراءات التنفيذيه الخاصه بهذه الصفقه بتتم بسرعه وبيسر، وتشكيل مثل هذه اللجنه مرتبط بالقضاء على اي عناصر بيروقراطيه مرتبطه بهذه الصفقه. الحقيقه عايزين نتفائل جميعا، وعايزين يعني وبدعو كل موظف وكل شخص يكون طرف في اجراء متعلق بهذه الصفقه انه يعطي مثالا للتيسير ومثالا للتنفيذ، بحيث ان الصفقه دي تكون علامه تجذب مزيد من الاستثمارات لمصر، وان احنا نقدم نموذج ناجح. وزي ما مقدمه الصفقه بتاتي في موعدها، احنا كمان يعني انا مش هقول عن الحكومه او الدوله انا واثق في كده، لكن حتى الموظفين، لان دايما الموظفين الصغيرين او كده لازم يكون في مرونه كبيره جدا مننا كلنا، ويكون في يعني رغبه في انجاح هذا العمل بحيث يتم في مواعيده المحدده وقبل مواعيده باذن الله. هيفضل السؤال اللي يعني بيفرض نفسه دايما من ساعه الاعلان عن هذه الصفقة أو الاتفاقية اللي دارت ما بين مصر والإمارات، بدأنا نشوف بالفعل تأثير في الشارع في بعض السلع في سعر النقد الأجنبي، متوقع الفترة اللي جاية إيه؟ طبعا احنا التقطنا الأنفاس جميعا ومن قبل التعاقد، ومجرد أن كانت هناك إرهاصات لهذه الصفقة بدأ المضاربين في سوق الدولار وسوق الذهب وبعض السلع اللي كانوا بيخزنوها ابتدوا يقلقوا وابتدوا يخرجوا من السوق. وكان الأثر الحقيقي للإعلان التوقيع أن بدأوا المضاربين يخرجوا من الأسواق حتى قبل استلام العشرة مليار اللي احنا استلمناهم. اليوم وبعد استلام 10 مليار دولار بدا واضحا ان الدوله المصريه لديها السيوله اللي بتساعدها على ان هي تسد فجوتها التمويليه خلال هذه المرحله، اللي باكده ان الفجوه التمويليه في مصر يعني ليست كبيره. يعني هناك مؤسسات كانت بتتحدث عن فجوه تمويليه في 2023 2024 نحو 7 مليار، تقل بعد ذلك الى نحو ما بين 4 ل 5 مليار سنويا. اذا الفجوه التمويليه ليست كبيره، اذا قارناها بمقدم الصفقه نجد أن هذه الصفقة وحدها بعيدا عن كل الصفقات وكل ما يدخل مصر من موارد أجنبية قادرة أن هي تسد الفجوة التمويلية المصرية لعدة سنوات. إذن احنا كان مشكلتنا مع المضاربة على سعر الصرف،
وجود الوفرة المالية من العملة الأجنبية ده بتساعد الدولة إن هي تقضي على السوق الموازي، وإن هي تقدر تتعامل مع المضاربين وتخسرهم. وأتصور إن هذه الصفقة بتفتح الباب أمام التعامل الاقتصادي بصورة مريحة من خلال سياسات نقدية ومالية واقتصادية بصفة عامة تتعامل فيها الدولة المصرية بصورة أكثر أريحية في ظل عالم صعب. يعني ما نقدرش نغفل أن لا زالت هناك اضطرابات في الاقتصاد العالمي ولا زالت هناك تحديات، ولكن هذه الصفقة تعزز من أوراق الاقتصاد المصري التي يمكن أن تستخدمها الحكومة في مواجهة تحدياتها. أنا بأكد الاقتصاد المصري أكبر من تلك الصفقة وأكبر من كل الصفقات. لازم نثق في أن احنا أمام اقتصاد تم ضخ فيه استثمارات ضخمة جدا خلال السنوات الماضية. هذا الاقتصاد الذي كان يعاني من تحدي سيولة دولارية تم حل هذا التحدي، بالتالي سيعود الاقتصاد إلى مستهدفاته ويظهر قدرته على المناورة وقدرته على التنمية المستدامة. خليني أكون صريح أكثر مع حضرتك أستاذ دكتور وليد. كان في هناك بعض المشككين منذ الإعلان عن الصفقة أن ده معظم يعني معتقد يعني أنه هو كلام على ورق، لكن تسلم الدفعة الأولى في هذا الوقت على طول مباشرة بعد الإعلان أكيد أعطى رسالة. الرسالة الأولى اللي أنا شايفها قبل الصفقة إن أنا عايز أقول لحضرتك إن كل دول العالم عندها أراضي مميزة. إحنا في مصر الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عززوا هذا الموقع من خلال يعني لما بنقول رأس الحكمة لازم نقول الكهرباء بتاعتها هتيجي منين. كانت الدولة المصرية بتعد محطة الضبعة للطاقة النووية علشان كهرباء المشروعات التوسعية في تلك المنطقة. لازم نقول المية اللي الناس هتشرب منها والمشروعات هتيجي منين، من محطات التحلية اللي بتقوم بها الدولة، الربط بالسكة الحديد، ربط هذه المنطقة، المطارات، كل المشروعات، كل البنية التحتية اللي كانت الناس بتسأل هي بتتعمل ليه دلوقتي. النهاردة هو ده اللي عزز من هذه المنطقة وجعلها قابلة للاستثمار وجعلها جاذبة للاستثمار. في مرحلة الإعداد كان المصريين هم من يعملون في مراحل البنية التحتية عند الإعداد، واليوم فإن كل خطوة بيتتم في هذا المشروع بتقوم بها عمالة مصرية، بتقوم بها شركات مصرية، بتشجع على جذب استثمارات جديدة في صناعات مواد البناء. هذه الصفقة صفقة مهمة جدا واتت في وقت مهم جدا وتمثل دفعة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. كان في سؤال برضو يعني فرصة لحضرتك معانا أو تشكك برضو، خلينا نتكلم عشان نجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن الكثيرين. هناك من تحدث عن أن الصفقة دي هل هي بيع أم شراكة؟ امبارح تم التأكيد أن هي شراكة مش بيع. إيه اللي يخلي مستثمر يستثمر بهذا الحجم في موضوع شراكة وليس بيع؟ هو طبعا لازم نأكد أن لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخله والعلاقة الطيبة ما بينه وما بين دولة الإمارات، وطبعا يعني السبب الأول والأساسي هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والثقة فيه، يأتي بعد ذلك البنية التحتية القوية، يأتي بعد ذلك وطبعا يعني الشروط اللي احنا شفناها لما بنيجي نتكلم عن بيع ولا شراكة. المؤكد أن الدولة المصرية هي شريكة في الموضوع في المشروع، والمؤكد أن هذه الصفقة ليست الأولى. يعني احنا شفنا مشروعات عديدة، مش عايز أذكر أسماء، هناك مشروعات عديدة الدولة المصرية قامت بيها ليس فقط خلال هذه السنوات ولكن أيضا قبل يناير 2011. ويعني لم يحدث أن الدولة المصرية حصلت على حصة 35%، حصة كبيرة جدا كنسبة من الأرباح. كنا بنحصل على حصص عينية من مشروعات التطوير العقاري من المطورين الآخرين، ولكن لم يحدث أن احنا حصلنا على هذه النسبة، ولم يحدث أن احنا حصلنا على هذا المقدم الكبير. طبعا. ولم يحدث أيضا أن احنا قمنا بمشروعات تطوير على هذا الحجم. يعني كنا نتحدث عن شراكة مع الدولة بكومباوندات صغيرة أو بمناطق أصغر بكثير، ولكن هذا المشروع هو الأكبر على الإطلاق والأكثر تمييزا الأكثر ربحية وفوائد للدولة المصرية دون الإضرار بالشريك الأجنبي، لأن الشريك الإماراتي هي شركة تستهدف الربح. بالتالي فإننا لازم نعلم أن هذه الشركة قائمة على مبدأ النفع
للجميع. نحن سنستفيد والجانب الآخر أيضا سيستفيد. نحن لنا استفادة مباشرة في رأس الحكمة، ولكن رأس الحكمة سوف يكون لها دور في تنشيط الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا من خلال مشروعات قادمة، من خلال والثقة ستعود يعني لدى المستثمرين الأجانب والمحليين. لكن نقطة يعني سريعة وقصيرة دكتور وليد، هل الثقة ستعود أيضا للمصريين في الخارج فيما يتعلق بتحويلاتهم وهي مورد رئيسي في السوق المصري؟ يعني المصريين بالخارج في كل الأحوال أموالهم ستأتي إلى مصر، هي هتروح فين؟ هم بيشتغلوا، في كل الأحوال أموالهم ستأتي إلى مصر. حتى في الفترة اللي فاتت هي مش ظاهرة في الأرقام بصورة كبيرة جدا في الأرقام الرسمية، لأنها كانت بتتجه إلى السوق الموازي. مع اتخاذ إجراءات تحد من السوق الموازي هيكون طبيعي إن احنا هنشوف ده في ستأتي بصورة رسمية وستعود للجهاز المصرفي. أنا بشكرك جدا دكتور وليد جابالله الخبير الاقتصادي بهذا الخبر. نقدر نقول مصر استلمت الدفعة الأولى من صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة.